الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت لكم من جديد باش نقول لكم يومياتي مع الجين المجوسيين. هاد الشيء انا شتو وداز عليا، كله وداز عليا. الحمد لله الدروك انا تنتسائل شنو هو هاد الشيء، شنو هو كان هاد الشيء، شنو هو هاد الشيء اللي تيطرى ليا. وبيت منكم جزاكم الله حبايبي حبيباتي، تقولوا لي في لي كومونتير اللي عنده اهل العلم ولا اللي عنده معرفه بهاد الشيء يقول لي هاد الشيء في التعليقات. اول مره غادي يجيني هاد الشيء. كنت قاعده عند الوالدين شويه، يلا كان الصيف، كان شهر 8 ولا 7 جو بونس، وجا يلا تكيت، يلا حطيت راسي فوق المخدة بين ندير لاسيز بين ندير ديك القيلولة ديال الصيف. تنسمع داك الراجل اللي تيهضر ليا في ودنيا، او ميم طون تنسمع الدقان في دار الوالدين، او ميم طون تنسمع الدقان تنقول نوض نحل، يلا تنسمع الوالدة تتهضر مع الناس. جيتش عندي الوالدة قالت لي فلانه، قالت لي راه رجلك تضرب في رجلو. الدار كانت عامره، الوالد الله يرحمه، الوالده الله يخليها لينا، وخوتي وخواتاتي وولادي كلشي كان. بقيت تنغوت تنقول لهم بحال قالها لي الراجل، بحال قالها لي الراجل، الوغ كلشي بقى في حاله صدمه وبحاله شوك وبحاله ما بقي انا عرفت اش ندير. وليت فواحد العالم ما علم بيه الا سيد ربي، كان اشنو هو هادشي، اشنو هو هادشي اللي جا الراجل وتيشرح ليا الآلة باش تضرب راجلي، تيشرح عليا هو. المهم فات سميتو، مشينا دار راجلي الحمد لله العملية نجحت بسلام الحمد لله. دازت شهور مشاو العينين ديالي، ما بقيتش تنشوف، ما بقيتش تنشوف العائله. الوالد توفى الله يرحمه، العائله ديالي صحابهم واش من الجين، قالوا لنا نجيبوا ليها الناس اللي سرعوها ونشوف واش هادو من الجين باش مشاو ليها عينها ما بقاش تشوف، نجيبوا ليها الناس اللي يسرعوها. فعلا انا كنت عاقله، جاو الناس، جاو جوج الرجال وكانوا خوتي جوج، دخلوا نيت القبه وقعدوا شادتيني. الله بديت تنسمع القران، الله ما عرفش اش ديك الايه اللي كانوا تيقولوا ولا الصوره الله اعلم. كانت ما كنتش منكذب عليك، ما كنت نصر لي ونقطع، وكنت ماشي تنصلي، وكنت سميتو كنت عادية بحالي بحال كلهم الناس، تنصلي ونعاود نقطع ولا سميتو الحمد لله على كل حال. المهم انا يم يلا بديت تنسمع القرآن، ما بقيش عقلت على راسي. من بعد ما فقت القط تتقول لي الوالدة مسكينة راه كانوا تيضربوك ضربوك، حيت قلبوا لي الحميمة القولية، ذاتي ما لقاو لي لا علامات الضرب ولا والو. شنو قالوا لهم؟ قالوا لهم حنا خوت مجوسيين وتنحبوا هاد المرأة، امنا مجوسية ولكن هما سلموا، وحنا تنحبوا هاد المرأة وما يمكنش ناديوها، ما يمكنش ناديوها، حنا ما نقدروش ناديوها وحنا ما درنا ليها والو. هادشي اللي قالوا لي خوتي ودوك الناس اللي كانوا تيسرعوا فيا. المهم من بعد الاخر تظن انني عندي حبه في المخ، داز كل شيء بخير الحمد لله. اللهم هذا من فضل ربي باش عايشه، هذا من فضل مولانا باش عايشه، كل هذا من فضل مولانا الحمد لله باش عايشه.
من هنا تقريبا بداو داكشي ديالي تي سميتو تيزيد نهار على نهار، يوم على يوم، تيزيد داكشي اللي تنشوفو تنسمعو لغد لي تيتحقق. تنحاول الحوايج كاع الخايبين، تنحاول انني نمنع داكشي، ولكن داكشي تيتحقق ما فهمش. وتنترجاكم وتنطلب منكم انكم تقولوا لي اشنو هادشي اللي تيجيني وتيهضر لي في راسي ما تنشوفوش، ولكن تنعرفوا الراجل اللي تيهضر. وتمنى منكم لي زابوني ولي لايك، وتنشكركم. وغدا ان شاء الله نحط لكم فيديو اخر ان شاء الله مع معاناتي مع الجن الكافر المجوسي الذي اسلم. وما تنسونيش بلي جيمو لي لايك، وشكرا لكم، والصلاة والسلام على رسول الله.